وطبعا أكيد كلنا تابعنا الحدث الضخم، ليلة العودة والليلة الطربية المجيدية من الطراز الأول بعد غياب أمير الطرب الفنان عبد المجيد عبد الله لسنوات عن محبيه وإطلالته على المسرح. طل عليهم يوم أمس في حفل على مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد الرياض سيتي. صراحة الحفل كان جدا رائع، وشفنا هذه الفرحة والحماس في أصوات الجماهير والتفاعل الرائع بين الفنان عبد المجيد عبد الله وجماهيره. خلينا ناخذكم لأجواء الحفل مع زميلنا محمد الحسيني، خلونا نتابع. هذه أنا منتظرها بعد مشكلتي الصحية، وقدرت أني أتجاوزها بمجهودات مستشار وزير الترفيه ومدير روتانا طبعا أستاذ سالم. قدرت أني أتخطى هالحاجز النفسي، بلا شك أنه أعطتني ثقة أكثر، وأنه بلدنا داخلة في مجال الترفيه داخلة احترافية عالية جدا، بمجهودات طبعا شركات وطنية. هذا الشيء صحي ويعطي دعم للترفيه وللفنون. انك تكرم في بلدك وتكرم بهالمستوى الراقي، يعني ما عندي كلام اقوله. انا سعيد جدا وطاير وفرحان هالتغيير اللي حاصل في بلدنا. كل حفلة تقام من خلال هيئة الترفيه وبإدارة طبعا أنا تبع روتانا، أنا ما أشتغل إلا مع روتانا، حتكون كل حفلاتنا سواء في السعودية أو خارج السعودية من خلال روتانا، لأنها الأفضل أولا. ثانيا بدينا مع بعض بيت، وعلى قول أستاذنا يعني بيت بيت. أنا بالذات يعني شعوري لا يعني عودة الروح للغنى، هو هذه عودة عبد المجيد حقيقة. ضحكت ودمعت وانطربت، وكل هذه مشاعر صعبة تجمع في وقت واحد، يعني واحد إلا لازم يكون واحد زي عبد المجيد عبد الله عشان تصير هالمشاعر فيك يعني. لقاء حساس على فكرة، كان جميل. يقول لك كثير من اللي تابعوا اللقاء واللي شاهدوه عبد المجيد كل شيء سواه في الحفل، ضحك، بكى، جلس، غنى، تكلم، فكان لقاء مش لقاء تحسيه فنان وجمهور، قد لقاء حبيبين مع بعض. وكان في نوع من الاشتياق الجميل لفن عبد المجيد وتفاعل الجمهور، وانت تشوفي اللقطات وتشوفي ما نشر عن اللقاء، كان تتفرجي على الناس فعلا وكأنها نظرات اثنين في بينهم عاطفة جميلة. من جد يعني كانت ليلة مليئة بالأحاسيس رائعة جدا. قديش كان الفنان عبد المجيد على طبيعته وعلى أريحيته وتواصله مع الجمهور، وحتى الكلمات اللي كان يقولها للجمهور، أنا أحبكم وأنا أحبك أنت وأحبك أنت، وقديش هذا التفاعل الجميل. لبنى، إيش أغنيتك المفضلة لعبد المجيد؟ صياد ما ينسى. صياد ما ينصاد، هي غزالي ما ينصادي. غزال هي اللي انا اما يعني يعني واضح اني انا قاعده اسمعها يعني جايبه العيد فيها، بس انا فعلا هي. وطبعا من عصر التاريخ انا احب يا طيب القلب، يعني انا كلاسيكيات. انا هذه الاغنيه من اسمعها كذا تاخذني الى زمن جميل. يا بعدهم كلهم يا سراجي بينهم، يعني هذه تفضل الاغنيه، مميزه باحساسها وبكلماتها وبلحنها ايضا. والى